بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنا في اطار واحد اللقاء تواصلي اللي نظمته غرفه التجاره والصناعه والخدمات اللي كان الموضوع ديالو حول لقاء تواصلي حول المساهمه المهنيه الموحده اللي كانت حاضره في التنشيط ديالو المديريه الجهويه للضرائب ووكاله الضمان الاجتماعي لا سينيسيس، كانت هي حاضره معنا. كان الحمد لله كان نقاش ولقاء تواصلي اللي مهم، استفدوا منه الاخوان المهنيين والمنتسبين للغرفه. الحمد لله كانوا تساؤلات كانوا اجوبه، كانوا مشاكل وكانوا الحلول. جميع المشاكل اللي كانوا جاوبوا عليهم الاخوان اللي ما نوط لهم السؤال، لا في شخص السيد المدير الجهوي للضرائب او لا في شخص السيد المدير المكتب ديال السينيسيس. الحمد لله دابا الغرفه غاديه في واحد النهج ديال تقريب الاداره المواطن. احنا غاديين على اساس انه نشتغلوا ونقربوا الغرفه جميع المنتسبين ليها. اللي عنده شي مشكل مرحبا به، الغرفه فاتحه الباب ديالها. اللي كاين شي مشكل احنا راه موجودين اننا نوقفوا معاه ونمشيو معاه لجميع الادارات ونحلوا المشاكل ديالهم. والحمد لله دابا ماشي انا الوحيد، انا بوحدي اللي خدام على هذه المساله، كاينين تبارك الله اخوان وراء السيطار اللي خدامين تبارك الله معنا. راه حنا راه مجموعه ديال الاخوان اللي كاملين اعضاء ديال الغرفه اللي خدامين، ولكن غير انا اللي كاين في الواجهه، اما كاينين اخوان تبارك الله كاملين وراء الدار ديالنا اللي خدامين معنا ومعاونين معنا. لانه الدور الحقيقي ديال الغرفه هو هذا، هو انه خاصها تكون واقفه مع المنتسبين والمهنيين ديالها، وخاصها تكون هي المتكلم باسم هاد المهنيين والمنتسبين. بدعوة من غرفة التجارة والصناعة بأسفي، تشرفنا بحضور هذا اللقاء التواصلي ممثلين عند المديرية الجهوية للضرائب مراكش، ممثلة في المصلحة الإقليمية للضرائب بأسفي، بالإضافة إلى الإخوان ممثلي صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد تدارس وتقييم تجربة المساهمة المهنية الموحدة التي جاء بها قانون المالية 2021، ونحن في تنزيلها في سنتها الثانية، وحاولنا ما أمكن أن نذكر بمضامين القانونية التي جاءت بها هذه المساهمة المهنية الموحدة، لا في شقها الجبائي ولا في شقها المتعلق بالواجبات التكميلية عن التغطية الصحية الإجبارية. وفي هذا الصدد قمنا بعد انتهاء الأشغال بتلقي أسئلة الحاضرين والإجابة عليها، وضربنا موعدا آخر إن شاء الله في مكان آخر مع فئة أخرى كإدارة مواطنة ومتواصلة مع الجميع في كل مكان وفي كل زمان. وشكرا لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.